Health is the best wealth. الصحه هي الغنى الحقيقي. Wealth is nothing without health. الثروه لا شيء بدون العافيه. You are what you eat. انت ما تاكله. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. اذا نمت مبكرا واستيقظت مبكرا تجعلك رجلا صحيحا غنيا وحكيما. بلغتنا نام بكير وفيق بكير شوف الصحه كيف بتصير eat to live but not live to eat كل تعيش ولكن لا تعيش لتاكل these are some quotes in english which says to us that our health and good food is very important and in this lesson we will learn how to give a good advice هذه بعض الاقتباسات في اللغة الإنجليزية والتي تخبرنا بأهمية الصحة والغذاء الجيد وفي هذا الدرس سنتعلم كيف نعطي أو نقدم نصيحة جيدة Dear students in the sixth grade, welcome in that interesting lesson. It's the third lesson in Unit 6, Healthy Food. طلاب الاعزاء في الصف السادس مرحبا بكم في هذا الدرس الممتع وهو الدرس الثالث من الوحده السادسه الطعام الصحي dear students look at these sentences عزيزي الطالب انظر لهذه الجمل i go to school by bus she goes to school by car i play football He plays football. We do our homework. She does her homework. You watch TV. Amy watches TV. They like action films. The cat likes the cheese. If you look at these examples, you will notice. إذا لاحظت في هذه الأمثلة نستخدم هذا الزمن أو هذه العبارات للتعبير عن حقائق علمية أو روتينات يومية تتكون هذه التركيبة من إضافة حرف الأس إلى الفعل مع المفرد كما لاحظنا في الأمثلة السابقة مثل هي، شي، or إت أو لو ذكرنا اسم شخص مفرد أما الضمائر I, We, They, You, ضمائر الجمع ومعها اي يبقى الفعل كما هو دون اضافه حرف الاس ونسمي هذا الزمن مضارع بسيط there are some keywords which refers to this tense في هذا الزمن كلمات داله او كلمات مفتاحيه نستخدمها وتدلنا على هذا الزمن always دائما sometimes احيانا usually عادة often غالبا every day. كل يوم Let's go to exercise number one هيا ننتقل للتمرين الأول Complete the sentences with correct words أكمل الجمل بكلمات صحيحة كيف ستكون هذه الكلمات صحيحة؟ بمعنى أن الفعل الموجود بين القوسين between brackets will be not true لن يكون صحيحاً ونحن سنقوم بتصحيح هذا الفعل وكتابته بالشكل المناسب للجمله نمبر 1 Amy should eat vegetable soup because it space B good for hair what's the correct verb for be امي عليها ان تاكل شوربه او حساء الخضار بسبب انها ما الفعل الصحيح الواجب استخدامه من B؟ ما المناسب لـ it؟ نعم is because it is good for her لأنها جيدة لها. number 2 رانيا shouldn't eat lots of fried food على رانيا ألا تأكل الكثير من الأطعمة المقلية because it بسبب أن make her fat فلننظر للفاعل الذي سبق الفعل make إنه it for one singular مفرد لذلك علينا إضافة حرف الأس للفعل make because it makes her fat الإجابة هي makes number three the children shouldn't drink fizzy drinks على الأطفال ألا يتناولوا أو ألا يشربوا المشروبات الغازية because بسبب they be very sweet الفعل بي الموجود بين الأقواس غير صحيح ما الفعل المناسب للفاعل they؟ نعم are لأنها مليئة بالسكريات number four أمر should have rice and meat because they make him strong what's the correct verb؟ أمر should have rice and meat على عمر أن يتناول اللحم والأرز because they لأنهم ما الفعل المناسب من ميك يبقى الفعل كما هو دون أي إضافات لأن الفاعل they جمع What about Mr. Ali in this picture؟ ماذا عن الأستاذ علي في هذه الصورة؟ فلننظر معاً. He advises you إنه يقوم بنصيحتكم You should eat healthy food. عليكم أن تتناولوا الطعام الصحي. In exercise number two, you will write good advice. في هذا التمرين سوف نقوم بكتابة نصيحة جيدة باستخدام الكلمات المعطاة وهي should or shouldn't باستخدام علينا أو ينبغي عليك shouldn't لا ينبغي عليك. Number one only eat a little ice cream فلننظر لعبارة a little ice cream (القليل من الآيس كريم)، هل هذا good or bad ؟ yes, it's good، علينا أن نتناول القليل من الآيس كريم لتكون النصيحة كالتالي: you should only eat a little ice cream ما الأشياء التي قمنا بإضافتها؟ يو الفاعل شد أداة النصيحة وأكملنا العبارات لتكون You should only eat a little ice cream ينبغي عليك أن تتناول القليل من الآيس كريم Number two Eat meat and rice ما النصيحة المناسبة أو الجيدة التي يمكننا تكوينها من خلال هذه الكلمات؟ you should eat meat and rice عليك ان تتناول اللحم والارز number 3 eat lots of fried food is it good to take or to eat lots of fried food what's the meaning of a fried food yes الطعام المقلي fried foods تعني الطعام المقلي lots of fried food is it good or bad Yes, it's bad. So you shouldn't eat lots of fried food. عليك ألا تتناول الكثير من الطعام المقلي. Number 4: buy burgers, fizzy drinks. الهمبرجر والمشروبات الغازية. It's not healthy. It's bad for our bodies. لذلك ستكون النصيحة: you shouldn't buy... burgers or fizzy drinks. Dear students, now let's go to the next exercise number three. Ask and answer questions about food and drink. Let's talk about these things. في التمرين التالي، التمرين رقم 3, سنسأل ونجيب عن بعض الأسئلة التي تتعلق بالأطعمة والمشروبات. هيا نتحدث عنها. Look at these pictures. You can see different kinds of... في هذه الصورة يمكننا أن نرى العديد من الأطعمة: vegetables, tomato, cucumber, eggplant, carrots. لدينا طماطم، خيار، باذنجان وبعض الجزر. On the other side على الجانب الآخر يمكننا أن نرى there is... fizzy drinks مشروبات غازيه lets ask and answer questions about these things هيا نسال ونجيب عن هذه الاشياء should i eat vegetables هل يمكنني تناول الاكل الخضروات ما النصيحه المناسبه هنا you should eat lots of vegetables عليك ان تتناول الكثير من الخضروات Should I eat fried food? هل يمكنني تناول الأطعمة المقلية؟ نعم نعم عزيز الطالب ولكن بكميات قليلة لتكون النصيحة You shouldn't eat lots of fried food عليك ألا تتناول الكثير من الأطعمة المقلية Should I drink fizzy drink? هل علي أو هل يمكنني تناول المشروبات الغازية؟ You shouldn't drink fizzy drinks. عليك ألا تتناول أو ألا تشرب المشروبات الغازية. Should I drink water? What's the meaning of water? Water مياه. You should drink lots of water. عليك أن تشرب الكثير من المياه. Dear students, be careful. You should eat lots of healthy food. And you shouldn't eat lots of unhealthy food. That's a good advice. أعزائي الطلاب، عليكم أن تنتبهوا لطعامكم وأن تتناولوا الكثير من الطعام الصحي وألا تتناولوا الطعام الغير صحي، وهذه نصيحة جيدة. Let's do this exercise in the cards. هيا ننتقل إلى التمرينات في البطاقات. Number one. choose the correct answer اختار الإجابة المناسبة number one food pyramid what's the meaning of food pyramid food pyramid تعني هرم الغذاء أو الهرم الغذائي food pyramid show or shows you the food you should eat الهرم الغذائي يعرض لنا الطعام الذي ينبغي علينا تناوله What's the correct answer؟ ما الإجابة المناسبة؟ Show الفعل بدون إضافات or shows with S؟ The food pyramid is one singular. Food pyramid shows الإجابة الثانية بحرف الأس، إضافة حرف الأس للفعل لأنه مضارع بسيط. وهذه حقيقة علمية. Number two: Rice and meat اللحم والأرز is one or are good for you هل سنستخدم is للمفرد or are للجمع؟ طبعا are rice and meat are good for you number three burger make or makes you fat burger is one الهمبرجر أو شطائر اللحم المقلي makes you fat تجعلك سمينا number four the children Children. They are more than one, أكثر من واحد. They are a group. The children go or goes for a picnic. الأطفال يذهبون إلى نزهة. Yes, go. Number five. Amy prefers or prefers healthy food. ما هو الشيء الذي نتعارف أو متعارف عليه لدى Amy؟ Amy prefers with is الفعل بإضافة حرف الأس لأنه مفرد Now you are able to use present simple to talk about facts and habits والآن أحبائي أصبحتم قادرون على استخدام زمن المضارع البسيط للتعبير عن شيئين حقائق ثابتة يعني facts وعادات أو أشياء روتينية معتادين على فعلها That's our lesson for today. Thanks a lot and goodbye.